زميلنا الرسام اللي رافقنا بالبرنامج اخذ لك اياه، رسم لنا هاي اللوحه الخبيثه. فعلا خبيثه. فما اعرف بشنو تذكرك هاي اللوحه؟ كابتن عبد الخالق عزيزي. كابتن عبد الخالق شنو علاقتك بالطابه دكتوره؟ يعني علقتي عن اشياء تتعلق بالرياضه وبكره القدم وعن الكاس وسخم الله وجوهكم. شنو علاقتي بالطابه؟ ابن خاله ابن عمه بيبيه خال عم ابويا. لا عم تخوض كان يلعب بالدربونه. يعني حتى مو لاعب نادي. يقول لها انت شنو علاقتك كابتن عبد الخالق بالطابه؟ يقول انا كنت سابقا العب بالدربونه. فهذا اللي كان يلعب بالدربون. تقول على اساس هو دروغبا وشفتشينكو، وانت شنو علاقتك بالطوبه؟ يعترض علي شنو علاقتها بالرياضه؟ هو شنو علاقته بالرياضه؟ هو بحياته ما محرك سنتر، بحياته ما رامي رمية تماس وصار رئيس اتحاد. سأل سؤال منطقي، قال من يا زاويه دكتوره حنان الطالب بقاله الاتحاد، يعني ما له حق طالب. يعني اولا شوف الاتحاد وواقع الكرة والمسابقات والبطولات هذا شأن كل عراقي. من حق أي عراقي اليوم ينتقد الواقع الصحي، ما نجي نقول له والله الواقع الصحي بس الأطباء لازم ينتقدوه، ولا الكهرباء ما يصير بس مهندسي الكهرباء ينتقدوها، ما يحق لكم أنتم مو مهندسين كهرباء. واقع الكرة جزء من شيء البلدي. بالنتيجة اللي نشوف أنت أمام العالم كله والكاميرات والفضائيات تنقل يدة الكاس مكسورة وقاعد اللاعب على القاع ويصور وياها، والله واحد يشعر بالخجل حقيقة، يشعر بالخجل ويتألم. طبعا هو كان بإمكانه يرد ويوضح مثل ما كثيرين يتحدثوا أنه تصنيع الكاس مو بالعراق. أجي وياك تصنع مو بالعراق، تصنع بالألفين مثل ما يروون، حتى لو متصنع بالقرن الثامن عشر هم أجي وياك. بس بالنتيجة الاتحاد مسؤول عن هندسة وإخراج هاي البطولة كلها. هو منظم. ماكو عندكم هذا الاتحاد العظيم اللي كابتن عبد الخالق العظيم يديره. ما عنده واحد يشيك الكاس، يكمش الإيد مالته يشوفها قلقة مهزوزة مكسورة مخلوعة مفصوخة. ماكو هسه حتى لو هذا لاصق أميري ما تشوف لك سيكواتين وتلزقها قبل الاحتفالية. دكتورك وعد سياسي.